thank uh you -huh. من طقس العرب نحييكم ونقدم لكم الاحوال الجويه المتوقعه للثلاثه ايام القادمه. في البدايه نستعرض الخرائط الجويه المستلمه، اخر الخرائط الجويه تشير الى تاثر المملكه يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي شمال جزيره قبرص مصحوب بكتله هوائيه بارده نسبيا، تؤثر على المملكه على شكل رياح غربيه رطبه، لكن يوم الاربعاء ترتفع قيم ضغط الجو قليلا وتتاثر المملكه بامتداد لمرتفع جوي قادم من شمال مصر باتجاه المملكه لذلك يوم الاربعاء يخف تخف فرصه هطول الامطار ويستقر الجو تقريبا لكن يوم الخميس يتشكل منخفض جوي اخر حول جزيره قبرص من المتوقع ان يبدا تاثيره على المملكه يوم الجمعه باذن الله ويستمر حتى ظهر يوم السبت هذا المنخفض مصحوب كتله هوائيه بارده نسبيا اما الاحوال الجويه المتوقع او ملخص للاحوال الجويه المتوقع يوم غد الثلاثاء كون المملكه تتاثر بمنخفض جوي وكتله هوائيه بارده نسبيا ورياح غربيه رطبه نتوقع ان يكون الجو باردا نسبيا غائما جزئيا تسقط زخات متفرقه من المطر خاصه في شمال ووسط المملكه قد تصل بعض الأمطار لكن بشكل أخف في شمال المناطق الجنوبية من المملكة. أيضا غدا تنشط الرياح الغربية اللي قد تكون مثيرة الغبار في جنوب وشرق المملكة. لكن أيضا نتوقع ليلة الثلاثاء على الأربعاء أن يتشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية وطبعا هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. الأحوال الجوية المتوقعة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة طبعا راح يكون الجو بارد نسبي وغائم جزئي لكن غدا الثلاثاء الثلاثاء بتتكاثر الغيوم تدريجيا يصبح الجو غائم جزئي يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة غالبا الجو غائم تسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر خاصة في شمال ووسط المملكة العظمى غدا بتسجل بحدود تسعة أو 10 درجات مئوية لكن الصغرى بحدود 6 الى سبع درجات مئويه يوم الاربعاء يستقر الجو قليلا بيكون بارد نسبي غائم جزئي ترتفع درجة الحرارة قليلا درجة إلى درجتين عما ستصل له نهار يوم الثلاثاء العظمى بتكون 11 والصغرى 5 درجات يوم الخميس في حالة بين خفيفة إلى متوسطة من حالة عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة لذلك تتكاثر الغيوب بيكون الجو غائم جزئي بوجه عام أيضا بارد نسبي تسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر والعظمى بحدود 9 درجات والصغرى 5 درجات يوم الجمعة تتأثر المملكة بإذن الله بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة وبإذن الله تسقط زخات متفرقة من المطر تبدأ في المناطق الشمالية وتمتد لبقية المناطق بإذن الله ويطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة مشاهدينا من طقس العرب نحييكم ونتمنى لكم أوقات سعيدة وإلى اللقاء